السلام عليكم ورحمة الله. حبيت اليوم نكمل برك. كنت نزلت فيديو على تسجيل عملة أفيف وما حكيتش على طريقة عمل هذا التطبيق، لأنه لما نزلته ما كان مازال ما يخدمش معايا التطبيق. راح نشرحوه بسرعة، ولكن كما راني نشوفه أنا الهاتف تاعي راه ولا لا يستطيع استيعاب لي زابليكاسيون. عندي تقريبا حوالي 40 ابليكاسيون، يعني مانيش حنزيد ننزل ولا تطبيق. يعني عملة افيف هي اخر تطبيق اللي راح ننزله على الهاتف. دركا وصلت لمرحلة هي دراسة المشاريع، يعني بالمعنى هذا التطبيقات اللي عندي كامل راح نولي ندرس كل تطبيق على حدة ونشوف التطبيق الحقيقي نكمل فيه. اما التطبيقات السكام راح يتم حذفها بكل بساطة ويخلف علينا رب العالمين، وهذا ما كان. راح نشوفه مع بعض. هذا هو التطبيق لما يشتغل معك. تطبيق مليح، طريقة عمله تشبه كثيرا تطبيق ساتوشي وتطبيق عملة سي بي دي سي. أظن أنه التطبيقات اللي جايين كاملة هيكونوا بهذه الطريقة، ولكن الإنسان رانا نشوفه ونجربه. أنا قلت لكم ليس كل ما ينزل فهو حقيقي. احنا راح نطلعوا هذا التطبيق ونخدمه معاه شهرين ثلاثة حتى يبان الصدق تاع المشروع هذا. لكن كاين مشروع لا ما كانش، الله غالب. التطبيق كنت شرحت في الفيديو السابق طريقة التسجيل، دوك نشرحه طريقة العمل تاعو. طريقة العمل تاعو بسيطة. عندك كل ساعة عندك جولة، في كل ساعة هنا تقوم بجمع عدد الجولات، ما تخليهاش تفوت 25، يعني كي تلحق 23 جولة 24 جولة قم بجمعها. كما نشوفه مع بعض لهنا، هذه عملة أفيف، الكمية اللي مدوها لك كل ساعة. هنا البيتكوين اللي يعطيه لك عن طريق التسجيل هي كمية قليلة، يعني ماكش حتستفاد منها بزاف، تسمى ما حيركزوا أكثر على العملة. راح نشوفوا كيف تقدر تزيد قوة التعدين في هذا التطبيق. راح تقدر تزيد قوة التعدين عن طريق تويتر. لما تسجل معه في تويتر راح يعطيوك قوة تعدين. لما تسجل معه في التليجرام ثاني يعطيوك قوة التعدين. وباش تفتح البطاقات اللي كان خدمها معنا تطبيق ساتوشي نفس الطريقة اللي تفتح فيها البطاقات. يعني مثلا يعطيوك الكارت هذيك فيها الهاش هذاك تحب تفتحه انت وتوزع الكود تاعو في التليجرام، ولا تروح تجيب كود من التليجرام وتحطه في التطبيق. راح نشوفه كيما نشوفه. راني دخلت للتليجرام، هنا الناس راهي تحط لي كارت تاعها. انت اذا كان حب مثلا ما تفتحش انت الكارت تاعك راح تجي تخير اسم الكارت اللي عطاوها لك وتفتح به، ولا تخير عدد الاشخاص اللي ممكن تفتح بهم لاكارت تاعك وتجيب الكود تاعك وتحطه هنا، تكتب هنا اسم البطاقة والرقم تاعها. يعني كيما كنا نعمله في تطبيق ساتوشي ما كانش فرق، يعني نفس التطبيق هو ولكن تغيرت المسميات فقط. نتمنى نكون قدرت نشرح لكم طريقة عمل هذا التطبيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.